الموضوع الأهم وهو مناقشة درجات 9000 درجة، ملف التعيينات والعقود. الحمد لله والشكر حسب ما وصلنا حاليا، وتواصل السيد المحافظ مع اللجنة المشكلة في هذا الخصوص، تم الإيعاز أن يوم الأربعاء هو إصدار الأوامر الإدارية كأقصى وقت ممكن لإصدار الأوامر الإدارية وللجميع دون الاستثناء، سواء كانوا الاستثناء أو 4000 درجة المتبقية. كذلك تم تخويل السيد المحافظ بتوزيع آلية الدرجات، سواء كانت على 9000 للأقضية والنواحي أو على 5000، ونحن نرى أنه إن شاء الله سيتم إنصاف الأقضية والنواحي في جميع الدرجات إن شاء الله.